كتشوفوا معنا خوتي كتوجدوا القنطرة ديال واد سوس، امطار غزيرة، عاصفة رعدية كتنزل حاليا. كما كتشوفوا الاجواء ممطرة، امطار غزيرة في اكادير، ايت ملول انسكان، ونتمنى هاد العاصفة رعدية تكون قوية ونستمتعوا بالشتاء. حاليا كتوجدوا القنطرة. شكرا. انا حاليا كتوجد القنطرة ديال واد سوس. هو واد سوس اخوتي، هو ما عندناش مشكل، كاينه الشتاء وحنا بدا نصوروا. بعض الناس يعرفونا هنا كما كتشوفوا. هذا هو واد سوس، ها هو، ومن هنا واد سوس اتجاه القنطرة، من هنا عفوا ها هي القنطرة، و اتملل من هنا اكادير من هذا الاتجاه. هو اجواء ممطرة حاليا، الشتاء مدينة اكادير انزكان ايتملول جميع المناطق السوسيين، المنطقة ديال سوس كلها فيها امطار غزيرة. اليوم كله غادي تكون فيه العاصفة رعدية، واد سوس هو هذا هو واد سوس. القنطرة ديال سوس امطار غزيرة كدير خدمتها كما كتشوفوا، تبارك الله. الاجواء جميلة، امطار غزيرة بالنفع. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تبارك الله تبارك الله على امطار غزيرة. اكادير كيستمتع بالامطار غزيرة كما كتشوفوها. الواد باقي ما جاب الماء، غير باقي ما وصل الواد، بعد قليل غادي يوصل هذا الواد وغادي يسبب المشاكل في هذا المكان. نتمنى وان شاء الله يكون خير. هذا الواد ديال سوس اكبر واد سوس، هو هذا، والقنطرة ديالو هي هذه، والاجواء ممطرة. نتمنى ان شاء الله يكون خير باذن الله. كيدير واحد المجهود باش يبارطاجي معكم امطار غزيرة، عاصفة رعدية، حالة الطقس اكتشفناها البارح اللي 20 مليمتر 40 مليمتر خاص في سوس، تارودانت، اكادير، اي بلاصة. هذا هو واد سوس، ننتظروا وصول واد سوس، اسف نسوس، الدانسة ولي ميكس الشلحي ديال قلي تزرى ما يتما القندرت نسوس، لقيت البلاصة اللي يفوركين، لقيت البلاصة اللي تشهر، فتعزى داري اقي الصور حيت سيت نسوس سلمو كان غيك الليكا الوقت اللي ديالكم اريسكار كذا المشاكل اريسكار واسيفاد وكاسيفاد مستقبل رئيس كل المشاكل غيك اللي تزرى ما زوت البلاصه دغيلاد. غيلاد كلو البلاصه تيهمياد ولا كلو الخيرات اللي لنا ما سنغي الخطره غيلا اي لحظه اسيف راه دياش كسيان نيفو داك اللي تزرى ما اسيفو غلمي الصحراء المغربيه
السكيرة المشاكل واثنين قلميم 2014 يقدر أسيفة حتى التان ريسكر كذا دي المشاكل حيث غيك اللي تزرم ها تيقوم ما يتكلو لان تخل خاطر حيث بنان تنغي لدنا انا كسيدي رام بنو غيد باشان ري أسيف زر ها يقدر أسيف رايلكم أرغي يغلكم غير غنيفو رايك شمس تقمى فهم البلانك اللي قال ايوا نتمنى هاد الناس يحفظهم الله من هاد الواد هاد الشيء ماشي دابا مستقبل امتى غادي يهاجم هاد الواد يسبب المشاكل في سوس انا حطيت رايي وصافي مستقبلا ماشي دابا ايوا كما كتشوفوا معنا واد سوس هو هذا امطار غزيره باقي كتشتغل نتمنى ان شاء الله يكون خير النزول امطار غزيره سوس اكادير تحياتي امازيغ اكون كل واحد ربي هذا غورتوم وانا كان امازيغي حرات اسكرافوني هذا غورتوم تيمكني يا انا كلهم كاع بحال افوس خفوس اسكرافوني بارتاجي ماغ كرم الخير باش تتافل ايوا الخير بغيك هذايا اللي تزرب المشكاد باش نصور اسيف ولكن اسيف حتى ديكيم كذا غارس نتمنى الخير هذا كون يعجب باغي هذا راندو باش نسكر المونتاج عاد الفيديوهات اللي نصور واسيف نسوس باش ان شاء الله الوقت اللي ديال الواسيفات ناش كيتسر الصباح ولا تدكات هاسي فنسوس الوقت اللي دينجي اريسك المشاكل اردي تاوي كله ما ديو فغو غارس يا ويدي الناس يا الله كون السلكم غير البحر ايوا كنتمنى هذا الفيديو عجبكم جينا من اكادير الى واتسوس باش نبارطاجي معكم اي حاجه جديده في هذا الواد ايوا استمروا معنا اخيرا وصلنا طانوبيل ايوا شتا خدامه حاليا دابا المهم نتمنى ان شاء الله يكون خير نتمنى نبارطاج معكم شي حاجه جديده ان شاء الله غادي نغادروا نديروا لكم مونتاج ومن بعد وصل الواد ربما العشيه يقدر غادي نجيو نصوروا في العشيه الا ما وصلش العشيه غادي يوصل غدا غدا غادي نرجعوا من جديد نصور لكم واحد البلاصه خاص الواتوس خاص في ازرو واحد المنطقه زوين فيه الواد ايوا الاوديه كامل ديال النواحي ديال اكادير ان شاء الله غادي تشوفوهم على القناه ديالي اشتركوا في القناه ديالي تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما جديد تهلاو.